اذكر في عائله اتجهت للجنوب اخذين لهم وقتهم مسترخصين هم وعيالهم وقالوا نبي نروح بالجنوب وكان وقتهم حار شوي وتعرفون الجنوب ما شاء الله تبارك الله وطننا الغالي كل ابوه حبيب وكل ابوه ما شاء الله تبارك الله رحت جنوب وشماله لكن هذا الجنوب ما شاء الله يعني بالقيض ما لك مستوى ولا لك اي طريق ولا احسن من محلك الجنوب اللي شرقت وانغربت هذا اللي يذكرونه اللي يروحون برا واللي يجون بالداخل يقول جنوبكم جنوب ما شاء الله تبارك الله هذه العائلة طفوهم وشيبانهم وعيالهم وطلعوا فسحة نفس مكشات يقولون هم ينزلون لهم وادي كبير يقول بين جبال يقول عزبهم معهم ما بغوا المنتزهات هم الحمد لله بكل محل منتزه واستقبال وخير لكن ريجي يبون الروضة الخضر والطبيعة اللي على يكون مثلا الجبال واللي بينها يقول نزلوا عزبتهم وسووا قهوتهم وقربوا وطلي واذبحوه وجهزوا المكشات الطيب يقول جدتهم معهم هي كبير تستر ولكنها نشيطة هاي جدة وش تقولين بهالجبال قالت والله أنا تفطن علي زمان انفعت يا زينة زينة وش تقول بالربيع قالت هذه من جنينات الدنيا هذه ما شفت أحلى منها إيه يقولون مرتاحين ومعين خير يقول بوسط النهار يقول والجو زين يقول له والله يوم نزل من هاك الجبل بجنبهم هاك القرد الكبير صارت قرده وليدها معها صغير تقوده يوم شافوها الورعان وكل واحد ياخذ حجر ولعل النسب بعد كذلك اول مره وكل واحده قال يقولها رئيسهم اي ورع يشوف بيده حجر ولا حرمه ولا شيء ترنا بنحطه براسه هذا ضيف ان جاكم استضيفوه وترى القرود فيها ذكاء خارق يعني اللي عايش القرود وشافها مع الجبال وكل شيء يقول اعظم من البشر سبحان الله يقول جاهم هذا القرده يقول تسحب وليدها ما هو كبير يقول صغير يقول يوم انها قبلت يقول على المجلس يقول يتجنب عنهم وتروح لجده لا اله هاي تعمد جده على طول بس يوم شافتها جده قالت والله اني شفتها مره كشتنا ايوه وهي تروح لجده يوم جت الجده والجده تقوم والقرده هذه يقول متخامسه مثل مخامسه الادمي قال يوم قضبت يدها قال والقرد تقوم تحب يديت الجده الله قالت تقوم تحب يديت الجده تحب قالت يا وليدي والله ما شفت مثلها ما هالمخلوق ذا يا طيبه طيبه هذا والله اللي فيها الرحم اللي ما هو بسيط والله انهم خير من بعض عيالنا ولا عيالنا فيهم خير لكن شوف تحبي دياتي تبارك الله يا وليدي من انت جايه هو تشر على الجبل هذا دليل مع ذكاء الله اكبر هو تشر على الجبل كاني جيت من هنا قالت اجلس يا اخي اجلس جاب احد العيال كرتون فيه موز في خضرة وحطها قدامها قالت والله أنت ضيفتك طيبة وتستاهلين كل علم طيب وهي تعطيها من الموز وتقوم تقسم لورائعها وتعطيها أنت يا القردة قالت يا أخيه والله أنا سنيه جينا بجبل والله أنا شفت واحد تنهى أنت يا أخيه وهي تهز راسها يعني ما هو بنا اي شوفوا شلون ذكاء وكأنها تعرف سبحان الله قيل أن اللي مع البشر ويمشي وما نزل في محل أو كل شيء يأخذ مثل شراتهم ولغاتهم سبحان الله المهم هي تروح هي والقرد وتنسى عيالها وعربها كل بوه يا أخيها كسنية والله أن جينا الجبل فلان يا فيه أمور تهول وناس يتهاوشون وشفناهم قرود وتشرى أنت يا القرد هذي يعني عبارة ما فيهم خير المهم انها هاك الظهريه انبسطت انت يا الجده معها يقولون عطوها الكرتون الموز خلص ولا بعد الموز جاء وراه خضره ما يقضي يقول والغدا يقول جهز قالت غرفوا ضيفتكم تراها تستاهل هي وليدها غرفوا لها كالغرفه يقول فيه لحم وفيه خير يقول ولقمها لها ولقمها لورائح انت يا القرده ولقمها لها شوف الحنان حتى بن اللي غير البشر المهم انها شبعت القرده وعينت خير هي وليدها كاينه تشتري الجده تقول استريحوا واشرت لها على شجرتهم ما هي بعيد شجرتهم جنبهم وطلحتهم طويله يقول وهي تروح عند القرده هذه شبعان يقول وهو تمغط حذرها وهي تمغط عقب
أسل وعقب خيل وعقب أنعمت. يقول ليدها يرقى مع الشجرة فوق منها. يقول جاهك النصر، يقول يحوم النصور واجد، يقول تحوم، يقول يوم شاف النصر هذا شاف القرد المنسدح ذا قال جزم أن هذه أنها وليمة ويبي يحول عليها. القريد فوق وهو يحول على القرد لهم، يوم منه تطولها أنت النصر ويجيك القريد وطب على ظهر النصر، يوم طب على ظهر النصر والنصر تاعه يطير، يوم طار لا القريد الصغير ولا هذه القردة يقول له بظهره، يقول لا ما يسمعون إلا وصوص القرد، يقول هو تصيح هو يتزم من الجدة على طول، هو يتمد يدياته ويتمد يدي الرجل لا اليمين لا اليسار، يقول هو يتكلم كلمة أنت يا القرد هالسبيرة كلمة واحدة بس قالت كلمة قالت كلمة الولدها فوق المرتفع. النصر هذا يقول قام يطحطح والقريد هذا صغير ولا ارتفع بالحيل وقالت كلمة، يقول والله القرد يقول يوم انه غرس ظافره يقول بش اسمه برقبة النصر، يقول شوية 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 لين النصر نزل، يقول يوم نزل يقول يجي من حاش الامه ما ادري وش هذه الكلمة. المهم ان الله سبحانه وتعالى انقذ هالقريد، وهذا القصة اللي سمعتها يقولون هو تجي للجدة وتقوم تحبه بيدياتها، يقول قال رعى العائلة توكلنا على الله احنا مصيفين ونبي نمشي، يقول والله انا تركض مع اثرهم وتوادعهم هي ويا وليدها الصغير. فهذه القصة مؤكدة وهذا حنان ان بكون رب العالمين الله اللي يحطه والله اللي يزيله سبحانه وتعالى سلامة الجميع.